شكرا سيد المستشار على هذا السؤال. هذا هذا الدعم جا باش نتجاوزوا الاكراهات اللي تتعرفها المقاولات ديال النقل الطرقي في ظل هذا الارتفاع الغير المسبوق ديال اثمنه المحروقات، وكيف تتعرفوا اهميه المحروقات في تركيبه تكلفه النقل مهمه. فكيف جا في الكلام ديالكم، الحكومه قررت تقدم دعم استثنائي مباشر لمهني النقل، وبالفعل تلقت الحكومه منذ شهر مارس 2022 هذه العمليه هذه اللي تتوجه الى تقريبا 180 الف عربه. وباش نسهلوا هذه العمليه ديال الاستفاده، قمنا كوزاره بتنسيق مع المصالح ديال الوزارات الاخرى بوابه الكترونيه باش نقدموا الطلبات، يتقدموا الطلبات ونتبعوها. لحد الان تم صرف 3 حصص من دعم بغلاف مالي اجمالي تيناهز 1.4 مليار درهم، ومنذ انطلاق العمليه ديال تسجيل الاستفاده من هذا الدعم لوحظ اقبال كبير من طرف جميع فئات المهنيين، حيث استفاد من الحصص السالفة الذكر حوالي 90%. وكما جاء في كلمات زميلي الوزير بيته سابقا، في ظل استمرارية ارتفاع اسعار المحروقات وباش نحافظوا على القدرة الشرائية للمواطنين، قررت الحكومة ترفع من قيمة الدعم المقدم لمهني النقل الطرقي بنسبة 40% فيما يخص الحصة الرابعة اللي غادي يتم تقديمها خلال شهر يوليو. على صعيد آخر، وبغية تقديم إجابات هيكلية لإشكالات القطاع، تم أيضا الاتفاق مع المهنيين فيما يخص أسعار المحروقات على إعداد مشروع قانون للمقايسة خاص بالنقل الطرقي. من شأن هذا المشروع يقوي المنظومة النقلية من خلال تمكين المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعدهم على ملائمة أسعار النقل وأسعار المحروقات. وتقوم الوزارة حاليا بإجراء المشاورات مع القطاعات الحكومية المعنية في أفق توسيع المشاورات مع مهني النقل باش نوجدوا هذا النص ديال القانون. وشكرا.